اوه يا الله والله نازت. اوه مدخله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن من قناة نيوكومنتر جيم. يا ريت إذا عجبكم المقطع تعطينا أحلى لايك، وإذا ما كنت مشترك في القناة تشترك فيها وتعطينا رأيك فيها وتشغل جرس الإشعار، وإذا حابب تدعم القناة ماديا هي رابط البيبال تبعي، ومشكورين كلكم. يلا نبلش. هلا فيكم يا شباب، رجعنا للحلقة الثانية من لعبة God of War إله الحرب لا إله إلا الله. هات نشوف شو بيصير معنا. طبعا قلت لكم شو صار معي في المنطقة هون لما مصورش. وصلنا على البوابة هاي اللي ساعب لها في دور عليها، لازم نفتحها. المشكلة مش عارف كيف نفتحها. اوكي، في عنا هون لازم نسحب هاي ال عشان نسحبها. اكزت. طيب اوكي، بقول لك hold L2 to aim. طيب R1 to R2 to react. طب وين ارميها؟ كل ما اجي على هاي بتعمل بلينكينج، يعني بترمش. اوكي يعني اذا رميت الفاس على هاي بتجمد الاشي اللي عملته. طيب سو 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 يا سو حبيبي حبسو. اوه والله طريقة احترافية. او هذا فتحت ايش هذا؟ ايش هذا؟ انها نقود. طنا يا غضيب. لا انا اثنك انه هذا الوي، لانه في هون صندوق. اها طلع، ضيعت عليه الصندوق. اوه ايش هذا؟ يا وردي صوت شو بخوف. هذا اخذناهم نقود. طلعنا على المنطقة اللي كانوا فيها يقتلونا من فوق هون، ما هو التصوير اختفى. اوه في منطقة غريبة هون، في طلع قرن ثور. اوكي هون في حياة. فكرت بيعطي اشي الصندوق على الفاضي. اوبس اعطى اشي هون. لا على الفاضي. شكله بقدرش ادخل، اتوقع من الدرج بدنا ندخل. اوكي في واحد من الشباب طلب ترجمة فورية، يعني احط ترجمة في المقاطع. صراحة انا بترجم لان عندي خبرة في الانجليزية وبترجم اللغة الانجليزية. في شغلات مش ضرورة اترجمها الصراحة، مجرد انه كلام يعني زي تحفيزي، يلا وتحرك وامشي. اما الكلام الرئيسي راح اترجم ان شاء الله. اوكي هادي قصة هون. طيب نفتح الخزانة. لوك هير. بقولك انظر سكولن هاتي. يعني العنزة وال شو اسمه العنزة والذئب اللي اخذوا الشمس والقمر. يعني هذه زي اكتشافات. اوكي زي ما نشوف هنا نكتشف حضارات هون مش اكتر. طيب انا بس السؤال بدي اعرفه، كيف بدنا نوصل هون؟ مش عارف كيف. معقول من هون؟ مشكلة بركودش عندي. ينبغي والله فيك الوحيد فيش طريق من هون. اوكي نو بروبلم، نكمل طريقنا. يلا يا ولد. طبعا بنصح الناس اللي بيلعبوها يروح يعني جمعوا هذا الشغلات اللي بتكون بالمنطقة المخفية، صراحة بتعطيك باور اب، بتعطيك قوة وشغلات بتفيدك. ف نكمل طريقنا مع المتخلف ده. فاذر انظر. Wait for my mark.
انتظر يعني إشارتي. Relax. Do not think of it as an animal. It is simply a target. Clear your mind. اوكي اقول له اوكي قال له يعني ركز خذ نفس خذ بريث يعني خذ هذا وتفكر شيء على كانه انه حيوان يعني كانه بدك تقتله كحيوان كهدف بدك تقتله يلا نعمل ايم اكسهيل اند ريليس اطلق يعني اوه رخنها جود اوكي قتلناها والله الغزالة طبعا انا بقدرش امشي من هون انا احجام ضخمة اوه والله حلو منظره سكينتك نو finish what you started قتله يعني لا أستطيع. Together. أوه. قتلوها. ما أنا والله حرام غزالة بتجنن. نادرة الوجود. أي إيش؟ هلا بدي أقول له I'm sorry. ضل الثرثر خذ السكينة طيب ايش استفدنا انا ناكله يعني هلا اوه يا الله والله هنا ازت اوه مدخله يا الله We have no choice يا الله انا اوكي اكبس مربع to command atrius shoot arrows hold L2 then press the مربع square to target a specific enemy enemies will be distracted from attacking Kratos when they are hit by an arrow يعني بتقدر نعمل على مربع واحنا يعني L2 بصير الولد يساعدني في الضربات اوكي number of arrows that can shoot is indicated in the lower right corner one shoot arrow take time to recharge معناه شغل يعني بيكون عدد معين اذا يعني حتى اذا اطلقتهم التنتين او قديش عددك تاخذ وقت معين لترجع بلشنا نركض هلا اوكي just tell me when to shoot اوه والله بمزح والله بمزح 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 يا الله خد هات يا الله ضربنا رد اوكي خليه يضرب عليه اضربه هاي في راسه ضربته في راسه بتاخد ضربات اكثر اوكي خد دي وهات دي اسف 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 بمزح اوه اوه لازم اخليه يخلص باذن الله اوه هذا كسرنا كسرنا على الريم يا معفن يا معفن عراسه اضرب الولد هذا اوه بلا شفاعة هذا
يا الله ضربنا عليك اللعنة. انا هارب. بدنا حياة بدنا حياة بدنا حياة بدنا حياة. فيش حياة فيش حياة هون. فيش نقص صفر. والله صوته بخوف. يا ولا ولا بلاش تضرب ابني. هذا فاطفط ولعت معه هدف. ولا يا حمار ولا فرو. يا حمار اضرب. ار ثلاثة اوكي. يا الله اضرب اضرب. يا الله كسر ريبتو. هذا ما تستحق له. يعني فكرت انه خايف منك. اه بقطع فيه بعد ما قتلته انا. انت ولا ايش بالنسبة لي. يا الله ذبح. ما عملت شيء. انت ضربتين يا حرام ضيخ. انت مش جاهز. قال له اذا بتكون جاهز باخذك على الجبل. هل انت جاد؟ I proved myself. على يد يعني الغزال. We are going home. اها. بقول لك انا لقيت لك الغزال. In a long time. I can do this. You are not ready. صار اقول له انه انا لقيت لك الغزال. ويعني حتى انا جاهز. تحكي شو ما مره بقول له. ولا عاق بلعن 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 بلعن. نحن نشتم واحد عاق. وين راح؟ اختفى الولد القحش. فصار يقول له انا لقيت الدير يعني لقيت الغزال. انا جاهز. قال له لا انت لسه مش جاهز. بالفعل انا ترى انا قتلت الوحش. هاي كمان حياه. وين رايح هذا؟ اوكي شو عايش بيضرب. واحد معفن. اوكي انا الستان بار از لوكيتد بلو ذا هيلث بار. هذا اللي تحت الستان يعني اذا كنت يعني تشيلهم يمكن مع عدة ضربات بصير شو اسمه عنده ستان. فاذا عبى بتقدر تعمل له ار 3 بتعمل يعني زي باور كيل قتله طريقه مش طبيعيه. اوكي ار ان بير هاندد اتاك انفليك اكسترا ستان دامج كراتس كان تويتش بير هاندد اتاك باي توينج ذا اكس اور هيتينج اكس باي بريسنج اكس. يعني ممكن الولد يساعدني في رمي الاسهم عشان يصير مشلول. هذا يصير متشنج يعني مدروخ باللغه الفلسطينيه يعني مسخسخ. واذا بقدر استعمل ايدي احسن عشان يعني اوصله لحاله الستان عن طريق رمي الفاكس الاكس او استعمل اي شيء اسمه اغير السلاح يعني هيك بهذا الزر. اوكي هات نضرب الفاكس هذا يلا. ايوه لحال. كيف تضرب بني العاق؟ خذ هيك وهاي وهي خلص. عليك اللعنة جاي تخبطني. هات. اوه هو هو فكر حال راح يضربني بس انا راح اقتلك وحش لا بغل.
تعال اعطيني هذا، بدي اضرب بوكسات انا هلا. وصلنا لار 3 فسخوا نصين. مين كمان؟ مين حابب ياكل اكل كمان؟ هون في نقطة مصاري، هات الفاس. هذا الباب، هاي الباب. Still can't get the doors open, huh? Quiet. يعني بقول له انت لسه مش قادر تفتح الباب، فبقول له يعني بمعنى اخر مش كويت، اهدى اخرس عليك اللانة. في حلوين هون كتير. يسعد مساك، هات نعمل لك كيبوكسات نربيك. هاي شلوط. كيف عليك اللعنة بتضرب من ورا. صح نسيت انه عندي هذا الدرع. اضرب افتح. الله انت مالك مالك مولع، استنى شوي اعطيني الفاس. انا في ناس هون لازم اربيهم. اضرب ضربة وراح تتحرم انك تضربها كمان مرة. اضرب تعال وريني. شوف خليته يحرم. ايش هذا؟ ايش هذا؟ هذا واحد جديد. هذا بضبط مع الاف. طيب بوكسات تعال مان تو مان. بس بوكسات اضرب شلوط. هيك بس تيجي. اوب 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 يا الله فجر له راسه. والله يا شباب اللعبة حماسية، نظام القتال فيها بجنن. قلت لك ما تتكلمش يا لعين. L2 to aim R1 اوكي. طب نكسر هاي. طبعا فينا نظامين للضربة، في هاي دغري وفي هاي، هذا اسرع. يا الله كسرت المنطقة يا ولد. يلا اوكي ريتيرن تو ذا هاوس. اوكي راح انهي حلقة اليوم هون. يا ريت يعجبك المقطع تعطينا احلى لايك، اذا ما كنت مشترك في القناة تشترك فيها وتعطينا رأيك فيها وتنشر الفيديو لاكثر من محل عشان نوصل عدد اكثر من المشتركين. بنكمل ان شاء الله المهمة هاي في الحلقة القادمة عشان فيها حماس مش راح اضيع عليكم في هذه الحلقة. فبنشوفكم في الحلقة القادمة والسلام عليكم.